خلال الأسبوعين من الآن مرت علي تقريبا فيديوهات اثنين لمشهورين عندنا احنا، وفيديو واحد بالأمس، آخر فيديو وصلني بالأمس، وقبل أسبوعين فيديو لأحد المشاهير. طبعا هذول المشاهير اثنينتهم، طبعا عندنا احنا هذول محتواهم يعني محتوى تافه، محتوى لا يودي ولا يجيب، محتوى سلبي. صح فيديوهاتهم تتداول بشكل كبير والناس تضحك على تفاهتهم. ففيديو واحد كان قبل أسبوعين من الحين، طالع شخص يحتفل مع الناس بالشارع، وانتو عارفين احتفالات الشوارع عندنا، الاحتفالات الوطنية اللي تكون بالشوارع وبالليل، عارفين كيف جو هذه الاحتفالات، رش ماي، رش رغوة، حدي يعطيك طراق وانت قاعد ترقص وانت قاعد ماشي في حالك عادي، يعني دامك انت وصلت هناك ومن غير يعني حركة السير معرقلة، السيد واقف، هذا شيء طبيعي في الاحتفالات بالشوارع، هذا شيء طبيعي. وبما انك انت ساير تشارك هذه الفئة اكيد راح تلاقى هذا الشيء، راح تلاقى هذا الشيء. والفيديو الثاني كذلك نفس الفيديو الاولي اللي مر علي قبل اسبوعين وصلني قبل اسبوعين، والفيديو الامسي كذلك لمشهور اخر بنفس الحركة. على فكرة هم ما وصلوا هناك الا لان عايبنهم الوضع، يعني عادي عندهم، ريلاكس، هذا اللي شفتوه عادي عندهم، عادي طلعوا بنفسهم وبرروا، احنا عادي عندنا نتقبل هذه المسخرة ونتقبل هذه التسفيلة ونتقبل هذا الأمر، متعودين عليه. ولكن أنا مستغرب بعد، طلعوا مغردين يدافعوا عن هذه النوعية، بغض النظر عن محتواهم مهما كان محتواهم، لكن لازم طبعا نعاملهم بمبدأ الاحترام، نعاملهم بمبدأ الأدب، وفي النهاية هذول ناس وبشر، نعرفهم من الناس وبشر. ولكن أنا أقول اللي يحط عمره سبوس أكيد بتلعب في الدي آي، هم راضين على هذا الشيء، هم عايبينهم هذا الشيء مرتاحين له، أنت ليش طالع وتدافع عنهم؟ ليش؟ إلا أكيد أنت من باب أنك تتابعهم وتحب تفاهتهم، ما في غير، على أساس أنك طالع فيها أنت بطل. ولكن هم طلعوا وبرروا أن هذا الشيء عايبينهم، هذا الشيء هم يحبونه أصلا، لازم يتقبلونه. أنتوا قلتوا بغض النظر عن محتواه وبغض النظر عن اللي قدمه، ولكن أنا أقول بغض النظر عن الإنسانية وبغض النظر عن المبادئ والقيم والاحترام، فهو دام عايبنا هذا الشيء خل الناس تسفل فيه، خل الناس تضحك عليه، خل الناس تلعب بشاعة بعض، خلهم يخلونا ما يتشاهد، خل الناس تضحك عليه، هو راضي على نفسه وباغي لنفسه كذا، هو يدور هذا الشيء، لو ما يدور هذا الشيء ما راح لهناك وما شارك هذه الفئة أصلا بمثل هذه الاحتفالات.